في سياق التصعيد التركي المستمر ضد مناطق شمال وشرق سوريا الامنه، وتحت وطأة الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان التي يرتكبها الاحتلال التركي والفصائل الارهابيه التابعه له، وبعد سلسله من الهجمات العدوانيه التي استهدفت المدنيين والبنى التحتيه، ردت قوات تحرير عفرين بعمليات نوعيه على انتهاكات الاحتلال، مؤكده عزمها على دحر الاحتلال وطرده من ارض الوطن. وفي بيان صادر عنها، أعلنت قوات تحرير عفرين عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية ضد مواقع الاحتلال التركي وفصائله الارهابية على محاور الباب وقرى دابق ومارع في اعزاز وريف مدينة شران، اسفلت عن مقتل جندي للاحتلال التركي وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى مقتل عنصرين من الفصائل الارهابية التابعة له. وتزامنت العمليات بحسب البيان مع أخرى في محاور الباب ومارع بالإضافة إلى منطقة الشيراوة في ريف عفرين المحتلة ما أثر عن مقتل عنصرين من الفصائل الإرهابية وإصابة خمسة آخرين وإصابة جنديين للاحتلال التركي بدورها أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن قواتها نفذت عمليتين عسكريتين ضد قواعد الاحتلال التركي في محيط قرى عنيق الهوى وباب الفرج بريف زرقان أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية في غضون ذلك أعلن مجلس منبج العسكري في بيان أن مقاتليه تمكنوا من أسقاط طائرتين مسيرتين للاحتلال التركي في قرية المحسن لشمال شرق مدينة منبج